بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وأسعد الله مساءكم بالنور والمعرفة. هذه تحية لكم من عمادة التعلم الإلكتروني بجامعة الملك خالد، ومني أنا محدثكم أخوكم محمد جار الله، فحياكم الله. المتابع لندواتنا الإلكترونية السابقة سيجد أننا كنا نركز على عدة جوانب، منها التعلم الإلكتروني، التصميم والابتكار، المواضيع التقنية الحديثة مثل تعلم الآلة، الأمن السيبراني وغيرها من المواضيع. هذه الليلة موضوعنا مختلف عن سابقاتها، فهو يركز على جانب غاية في الأهمية وهو التجارة الإلكترونية، وأعتقد أن معظمنا قد استخدم هذه الوسيلة في الشراء عن طريق الإنترنت أو البيع. وتبرز أهمية هذا الموضوع أو القطاع بأنه أصبح ينمو بشكل متسارع، وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة نحو 33 مليار ريال بحسب رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة جدة ثامر الفرشوطي، مبيناً أن المملكة تسيطر على 45% من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط، وأن المتاجر الإلكترونية المسجلة رسمياً في المملكة بلغت 25501 متجر إلكتروني. ومؤخراً أقر مجلس الوزراء نظام التجارة الإلكترونية. استضفنا لكم هذه الليلة من ميدان التجارة الإلكترونية شخص من واقع التجربة، راح يحكينا تجربته في هذا المجال، الأستاذ مازن الضراب. يحمل مازن درجة الماجستير من جامعة غرب أستراليا في تخصص التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني، والبكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي من جامعة الملك سعود. مازن المؤسس ومدير التسويق في شركة زد للتجارة الإلكترونية، والتي تسهل كل من لديه رغبة في اقتحام عالم التجارة الإلكترونية. تفضل مازن، الله يحييك. الله يعطيك العافية وحياكم الله جميعا. معكم مازن الضراب، زي ما قال محمد. بشكل ملخص سريع، الفترة الماضية 7 سنوات اللي راحت كانت سنوات حافلة بالعمل في ميدان التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني بحكم أنها تخصص وشغف. شخصيا هذه قضيتي في الحياة، قضيتي أنا كيف نحول الناس إلى التجارة الإلكترونية أو التجارة الإلكترونية المتكاملة. يعني يوميا الصباح إذا رايح للدوام أقول كيف المحلات هذه ناخذها وتبيع إلكترونياً. والحمد لله اليوم كثير من المحلات وفي كثير من القطاعات راحت أونلاين اليوم، وبدأت تجي أسئلة جديدة، مو بأنه كيف نبدأ أونلاين، كيف نتوسع أونلاين. بدأت أسمع أسئلة من كثير من التجار اللي احتك معاهم، أنا أفكر بجدية أني أضاعف الاستثمار في متاجر إلكترونية أو في متجر إلكتروني. بعضهم يقول أنا بدأت أفكر بجدية أني أغلق بعض المحلات، مو للأبد، أخذها ووجه الميزانية إلى ميزانية المتجر الإلكتروني. ليش؟ لأنه شاف في توسع رائع جداً على مستوى مو فقط المملكة العربية السعودية وفروعها، وإنما حتى على مستوى خارج نطاق الدولة. طيب، هذه الصيغة الذاتية ما أبغى أكثر فيها كلام، لكن اليوم أنا تركيزي في زد، وكذلك جمعية التجارة الإلكترونية هي جمعية مسجلة تحت التأسيس تعنى بالتجارة الإلكترونية، ننشر كثير من التقارير إلكترونية. اليوم لو لاحظتوا عنوان الندوة أو المحاضرة، كثير من المحاضرات السابقة اللي كنت أتكلم عنها كنت أتكلم عن كيف التجارة الإلكترونية، كيف نبسط التجارة الإلكترونية، الخطوات حق التجارة الإلكترونية، سلسلة الإمداد في التجارة الإلكترونية. اليوم قررت أني أخذ منحة مختلف تماماً. الهدف أنه الهدف أننا لاحظت أغلب الأشياء اللي نقول الناس افعل 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 جيدة، لكن الأهم منها قل لي وش ما نفعل. فاليوم سأخذكم في رحلة في 9 أخطاء أشوفها بشكل متكرر من واقع عملي بشكل يومي مع التجار الإلكترونيين. بنمر على 9 أخطاء ونذكر ليش هي أخطاء، ونبغاكم تتجنبونها بشكل كبير. الأخطاء بعضها مرتبط بالبدء، بعضها مرتبط بالتشغيل، وبعضها مرتبط مرحلة التوسع. وفي الأخير إن شاء الله إذا صار معنا وقت نبغى نأخذ أسئلتكم واستفساراتكم. نبدأ على بركة الله. الهدف زي ما قلت لكم في البداية أن الناس تتعلم من الأخطاء أكثر من الصواب. يعني دائماً حنا نستهلك دائماً بقصص النجاح، لكن في قصص فشل مهمة جداً وجديرة بالتعلم منها. اليوم الشخص تقاس خبرته ليس فقط بالمشاريع الناجحة اللي تفعلها، ولكن حتى بالمشاريع اللي أخفق فيها، لأن في الغالب تلافي الأخطاء جداً أكثر من أبلغ من تكرار الصواب. خلونا نبدأ هذه الأخطاء واحد واحد ونذكر ليش هي أخطاء جسيمة قد تهدد مشروعك في حق التجارة الإلكترونية. أول خطأ، ابدأ بدون معرفة المنتج الذي تريد بيعه. إذا كنت تبغى تفشل في تجارة الإلكترونية، افتح لك متجر إلكتروني وادفع عليه فلوس وصممه
وإذا جاء موضوع المنتجات ستتفاجأ أن كثير من الناس ما يعرفون إيش التجارة الإلكترونية يومي، ما يعرفون إيش المنتجات اللي يبغون يبيعونها، أو الإجابة عندهم مش واضحة. يا جماعة، التجارة الإلكترونية مثلها مثل التجارة العادية، وما في تاجر صاحي في عقله يقول أنا بصير تاجر بدون ما يكون عنده بضاعة. فكونك رحت على الإنترنت لا يعني أنك تتخلى عن أساسيات التجارة، وهنا أساسية التجارة الأساسية هي إيجاد منتج. اليوم نتيجة عدم وضوح المنتج اللي يبغى يبيعه الشخص في مشروع التجارة الإلكترونية الخاص فيه، بدأت ألاحظ ضعف المتاجر الإلكترونية السعودية، مو كلها لكن جزء كبير منها. ليش؟ لأنه خلاص سمع بالتجارة الإلكترونية ويعتقد أنه عشان يبدأ يدخل هالمجال يفتح له متجر إلكتروني وهو بيبيع، يعني أي منتج يحطه بيبيعه. والجواب لا، ليس بالضرورة صحيح. المنتج هو فعليا عمود متجر الكتروني الفقري. يعني ستتفاجئون من كمية الناس اللي ممكن تسلك لك أو تمشي لك تصميم موقع عادي إذا كان منتجك جميل. كثير من قبل تقريبا اليوم العصر كنت مع أحد الأشخاص من منطقة القصيم يقول لي كان عندنا منتج خرافي في فترة الموسم، موسم التمور الماضي، وما كان عندنا صفحة واحدة HTML تعيسة جداً، ومع ذلك وصلنا لطلبات تجاوزت 800,000 ريال. ليش؟ المنتج منتج جاء في الوقت الصح، والمنتج مميز جداً 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 كان. فبدون المنتج ما راح يكون عندك متجر إلكتروني متميز، وبدون المنتج المتميز حتى لو دفعت فلوس في تصميم الموقع تعبت عليه ما راح تجد النجاح. أضرب مثالين مهمة هنا. تم أستاذ مازن، معذرة بس أنبه للأخوة والأخوات الحاضرين معنا الليلة أنه الأسئلة نخليها إلى نهاية اللقاء، وراح يكون عندنا الوقت إن شاء الله متسع ونجيب على جميع أسئلتكم بإذن الله. فأتمنى أننا نتوقف في الشات ونركز في ندوتنا الليلة، والأسئلة نخليها في الأخير، والأسئلة تكون عن طريق أيقونة الـ Q&A اللي موجودة، ما عن طريق الشات. خلاص، انت عن طريق الكيو اند اي، اللي حاب ان يحط سؤاله من الان يحطه في يعني يضغط على ايقونه الكيو اند اي الموجوده في الاسفل ويحط سؤاله، وراح ان شاء الله نجاوب عليه في نهايه المحاضره. شكرا لكم. عفوا استاذ مازن، تفضل. كنا نتكلم قبل شوي عن المنتجات، والمنتجات يمكنك انت كشخص تبغى تبدا في التجاره الالكترونيه تستطيع انك اما تستوردها بطريقه ذكيه او تصنعها في الخارج او تصنعها في الداخل. في خيارات كثيرة لجلب المنتجات. الواحدة من الأشياء اللي لقينا أنها عامل من عوامل نجاح المتاجر الإلكترونية عندنا في زد وفي التجارة الإلكترونية عموماً هو تمكن الشخص من إيجاد منتجات فعلاً مميزة ما ألقاها في مكان ثاني. كلما كانت منتجاتك مميزة أو خاصة فيك، كلما كان احتمالية نجاحك وتوسعك تكون بشكل أفضل. هل هذا يعني أني لو ببيع منتجات معروفة أني ما راح أبيع؟ لا، مو بالضرورة، ممكن تبيع، بس هي علامة، هي شيء مميز، لأن في النهاية زي ما قلنا قبل شوي قوة التاجر هي في منتجاته. بضرب مثالين. متجر رشوف يمكن انتشر في السعودية كلها، يبيع عسل عالي الجودة من مزارع الغابة السوداء. أحد الأشخاص، أحد رواد الأعمال السعوديين، اقتنص الفرصة، جاب العسل حطه في قوالب ممتازة جداً، باكيجينج ممتاز، وجوه علبة تحفظه من الحرارة، لأن عدو العسل لدود الضوء، فحفظه من الحرارة وحفظه من مقاومة الصدمات، وبدأ يبيعه بطريقة جداً رائعة. ما شاء الله محققين نجاح هائل جداً جداً جداً. المنتج مو بالكامل من صنعه، لكن الباكيجينج والفكرة والمنتج كان من شغله، فحقق فيه نجاح جداً رائع. والمتجر كله ما في له منتج واحد، يعني هذه نقطة في غاية الأهمية. ناس كثير يقولون كلما كثرت المنتجات كلما زادت المبيعات، ويبدأ يجيب كل المنتجات، يحس الناس يلا سلكت أول وحط. بينما فعليا صحيح أن المنتجات مهمة أن تكون كثيرة وتنوع، لكن مهمة أن تكون منتقاة بعناية. المثال الثاني اللي أحب أذكره دائما ستوريا، متجر العلامة التجارية السعودية في مجال الجزم، وأنتم كرامة، مجال الجزم مزدحم جدا. استطاعوا البنات أنه بدأوا أول شيء بجزمتين، والآن ما شاء الله عنده حوالي 8 أو 9 منتجات متميزين جدا في التصميم وفي التصنيع. التصنيع ما صنعوه بالكامل، كل شيء من الصفر، اخذوا مثلا المينا من سكتشر وبنوا التصميم وابدعوا فيه وقدموها في بوكس جدا رائع وجميل. فمنتج مميز، منتج مميز، شبه تصنيع، شبه تصنيع، ومع ذلك ناجحين.
ليش لما تصنع منتجك يكون لك كل ميزة تنافسية؟ لأنه ما في أي أحد يقدر ينسخه أو يقلده أو يصل للمورد الأساسي ويجيبه بسعر أقل منك. بعض التجار عندنا مثلاً زي متجر اسمه بلسة قرر أن منتجاته تكون بسعر أقل ب30% من سعر السوق. كيف؟ استطاع بطريقة معينة إدارة المخزون وإدارة البضاعة والمنتجات بحيث أنها تقدر توصل للمملكة بسعر جداً جيد وقلل هامش الربح وقدر ينافس الصيدليات الكبيرة. هذا الخطأ الأول اللي هو ابدأ بدون معرفة المنتج. نروح للخطأ الثاني اللي أشوفه متكرر جداً، ابدأ بدون ثقافة وعلم في التجارة الإلكترونية. والثقافة والعلم لا أقصد فيها أن يكون عندك ماجستير في التجارة الإلكترونية ولا دبلوم ولا مؤهل، مو بلازم. لكن واحدة من الأشياء اللي أشوفها متكررة أنه كثير من الناس كان بيقدر يوفر على نفسه وقت كثير جداً، وكثير من الحيرة اللي يقع فيها كثير من الناس يكون نابعها أنه ما قرأ ولا تثقف ولا تعلم. وجدت أن هناك سمة رائعة جداً في التجار الناجحين، أنهم يسألون ناس، يستشيرون ناس متخصصين أو يقرؤون محتوى كثير في التجارة الإلكترونية. والناس كثير يتكلمون الحين بالعربي، في محتوى عربي جيد أو محتوى إنجليزي إذا كانت إنجليزيتك جيدة، لكن تثقف شوي، اعرف، تعلم حتى لو مو بتخصصك. العملية ليست اختراع عجلة، يعني اليوم ويبينار زي كذا بيعلمك أساسيات جيدة، في دورات كثيرة في اليوتيوب. لكن وجدت أن كثير من الناس يتهيب من دخول التجارة الإلكترونية، أو حتى ممكن يكتشف أنه يحكم على التجارة الإلكترونية أنها فاشلة في منظمتها بسبب أنه ما تعلمها أو ما ثقف نفسه في الموضوع. فكل خبرتها هي بالتجربة والخطأ. التجربة والخطأ مهمة، لكن لا يعني هذا الشيء أنك ما تتعلم، خاصة أنك تعرف الأساسيات وتعرف التفاصيل. متى تبان هالمشكلة أو متى تتضح الخطأ الكبير؟ لما شخص يبغى يتخذ قرار أنه يختار نظام معين، نظام عربة تسوق معين، تلقى كثير من الناس يتخذ القرار هذا حوالي شهر شهرين ثلاثة ولا يقدر يحسم الموضوع. ليش؟ محتار لأنه ما عنده المعلومات الكافية، أو خلاص ما عنده الإلمام أو الثقافة أنه وش الأشياء اللي بحتاجها في المتجر الإلكتروني عشان أقدر أبيع. يبقى يسأل عن أشياء ما لها داعي، أو يقدر يبدأ يفتح على نفسه أبواب ما لها داعي حاليا وتقدر وتبطئ من دخوله في التجارة الإلكترونية، ويدخل في مرحلة سيئة جدا في الحياة اللي هي paralysis by analysis، شلل بسبب كثرة التحليل أو الشلل التحليلي نسميه. فنعم يجب أن يكون عندك المعرفة الجيدة، لكن المعرفة الجيدة هدفها أنها تساعدك في اتخاذ قرارات وتنطلق فيها وتبدأ. والمعرفة تكون ليست في مثلا فقط المتجر الإلكتروني، وإنما يكون عندك معرفة في سلسلة الإمداد، تكلمت عنها في محاضرة ثانية اللي اسمها التجارة الإلكترونية ببساطة أو التجارة الإلكترونية بخطوة بخطوة، وموجودة في اليوتيوب. الهدف أن يكون عندك إلمام في كل نقطة، مو بضرورة تكون ضليع فيها، وإنما تعرف ما هي الأسئلة التي يجب أن تسألها نفسك أو مزود الخدمة في كل مرحلة من هالمراحل. أحيانا زي ما يقولون السؤال الصحيح هو نصف الإجابة. مشكلتنا الكبرى حتى أشوفها في كثير من الجلسات الاستشارية اللي أسويها، الناس تسأل أسئلة غلط، فبالتالي لو ما جاء واحد يعني نوعا ما مجرب مثلي مثلاً ولا غيري زي اللي في المجال صحح له، يمكن يسأل واحد يسأله سؤال غلط ويسأل واحد أصلاً ما هو فاهم فيجاوب جواب غلط ويدخل في جدار، يا كثرهم اللي كذا. فجزء مهم جداً من المعرفة والثقافة أنك يكون عندك يتولد لديك أسئلة مهمة. هذه الأسئلة إما تبحث عنها عن إجابات لها في الإنترنت في المحتوى الموجود، أو تستشير فيها الموجودين في المجال. في زد عندنا هالشيء أساسي، نفتح المجال لكثير من الناس إنهم أو التجار الموجودين يسألوننا. يعني كل يوم تقريبا أخذ جلستين أنا وتيم جلسات استشارات في فريق كامل متخصص للإجابة على الاستفسارات، لأن نؤمن إنه ممكن جواب واحد يخسر عليك 3 شهور أو يوفر عليك مبلغ معين كبير كنت انت حاطه، او بدل ما تقعد تضيع وقتك في شهر شهرين من الحيره تستطيع انك تنطلق. الخطا الثالث من الاخطاء التسعه، والاخطاء التسعه هذه ليست تسعه فقط، فيها كثير بس اخترت اكثر تسعه متكرره. كثير من الناس يعتقد ان، وهذا خطا شائع، ان متجرك سيسوق نفسه بنفسه او سيقوم غيرك بالتسويق له. من اكثر الاسئله اللي تجيني، واحد متحمس للتجاره الالكترونيه عنده فلوس يفتح له متجر، ويكتشف لاحقاً أنه
يقول عندي متجر بس ما جاني طلبات، واسأله سؤال بسيط جدا، يقول له هل سوقت؟ يقول لا والله ما سويت أي حملة تسويقية، أو سويت حملة ب 150 ريال 200 ريال 300 ريال. كم دفعت على المتجر؟ دفعت والله ألوف مؤلفة. طيب كم حاط ميزانية تسويق؟ ميزانية التسويق ما في رقم محدد. والأدهى والأمر لما يجي يقول لي يا أخي ما تخبر لي واحد يمسك لي تسويق المتجر، هنا في مشكلة، في مشكلة كبيرة. المتجر الإلكتروني لن يسوق نفسه بنفسه، وتحديك كصاحب متجر إلكتروني على عكس تماما. لو كان عندك محل في الشارع، محل الشارع يمرون الناس فيه سواء كان في الشارع أو جوا مول، في ترافيك، في الناس تشوف المحل، تشوف اللوحة تدخل. بينما في التجارة الإلكترونية الناس ما راح تعرفك إلا لما توديها لمتجرك عن طريق حملات تسويقية مدفوعة، أو لما تطلع لهم في نتائج البحث سواء في جوجل أو تويتر أو الحين حتى أبل ستور. فمهم جدا 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 أنك تهتم بموضوع أو تعنى بموضوع التسويق كصاحب متجر. مو بالضرورة تنفذ عمليات التسويق بنفسك دائما، ولكن لازم تكون فاهم في التسويق. واحدة من معايير نجاح المتاجر اللي قاعد أشوفها أن يا أما المؤسس أو صاحب المتجر فاهم في التسويق، أو هو أصلا مسوق بالفطرة، أو معاه شريك أو أحد في التيم. هذه مهمته الأساسية، مرة صارت واضحة بالنسبة لنا. عشان المتجر ينجح لازم يكون في مسوق شاطر ينجح إيه معاه وينفذ ويسوي أشياء معينة، وبنجيها بعد شوي. فمهم جدا أنك تتقن هذه العملية وتولد وتكون المعرفة فيها. ما ينفع أنك تجيب أحد من برا يسوق لك دائما، لأن هالعملية هذه لازم تكون أساسية. هما نقول أنها هي خلينا نقول زي الطائر بجناحين، تجارة إلكترونية وتسويق إلكتروني لازم يكونون مع بعض. الأمور الثانية مقدور عليها، بس التسويق مهم جدا. كل ما سوقت أكثر كل ما استطعت أنك تزيد مبيعاتك أكثر. ومرة أخرى مثل النقطة الثانية اللي تكلمنا عنها حق الثقافة، حتى لو ما كان تخصصك تسويق، اليوم تستطيع أنك تتعلم التسويق. وميزة علم التسويق علم جميل حلو ممتع قابل للتعلم، ما هو معقد زي ما يعتقدون كثير من الناس. كثير منه بالفطرة أصلا، بس أن الواحد يحتاج يتعلم التكنيكس أو المهارات عشان تقدر توصل ويكون عندك مراجع. في كتاب الأخ حاتم الكاملي اسمه 360 درجة التسويق، في دورة نزلتها في دروب اسمها مقدمة في التسويق عبر قناة التواصل الاجتماعي، حضرها أكثر من 30 ألف شخص أتمها. في زد، في أكاديمية زد مسوين دورات متخصصة في المهارات، كيف تسوق في سناب شات، كيف تسوق في انستغرام اللي هي علمك التكتيك. وفي مدونات كثيرة مثل ماركتيرز وكتاب كثيرين ويتكلمون جدا بشكل مستمر عن التسويق. فالخبر الجيد في الموضوع، حتى لو ما كنت سبق سوقت، لا تقول عن نفسك كنت مسوق، حتى تجرب نفسك وتجرب يدك. شفتوا قبل شوي تكلمنا عن التسويق، انه المتجر ما راح يسوق نفسه بنفسه، لازم تسويق. في بعد مشكله وخطا كبير يقع في كثير من التجار، يعتقد ان المتجر بيبيع المنتجات بنفسه. صحيح ان المتجر يكون واجهه تمكن العميل انه يطلب ويتمم العملية بدون تدخل بشري، وهذا ميزة المتجر الإلكتروني مقارنة بالفرع أو المحل، لكن لازم يكون عندك شخص مسؤول عن المتجر الإلكتروني. أتفاجأ يا جماعة من كثير من الناس، شركات كبيرة حتى، يفوضون أقسام أخرى أو يخلونها مهمة المتجر الإلكتروني مهمة جانبية عند مثلا قسم التسويق ولا قسم المبيعات ولا قسم التشغيل ولا مهمة قسم تقنية المعلومات، ويقول والله ما نجحنا في متجر الإلكتروني. طبعا ما راح تنجح، طبعا ما راح تنجح. يجب أن يكون هناك شخص مسؤول عن متجر الإلكتروني، لازم يكون في إدارة. سواء في بداياتك ممكن يكون هذه الإدارة شخص وغير متفرغ، أو متفرغ، أو حتى فريق كامل زي ما شفت بعض الحالات أو بعض الجهات وصلوا مرحلة يكون عندهم فريق متكامل كبير على حسب حجمك عدد نشاطك واستثمارك في الموضوع. لكن يجب أن يكون فيه إدارة المتجر الإلكتروني. طب وش بيسوي هالمدير هذا؟ وش مهمته؟ مدام فيه الطلبات بتيجي بشكل تلقائي أوتوماتيكي، ليش بحتاج إدارة أو مدير متجر إلكتروني؟ في أشياء كثيرة تحتاج أنك تسويها بشكل أساسي، زي ما المحل فيه واحد بياع في المحل، ضروري يكون عندك بياع في المتجر الإلكتروني. أعطيكم مثالين سريعة. تحليل البيانات الخاصة بالمتجر الإلكتروني، وش المنتجات اللي قاعدة تمشي، وين الناس قاعدة توقف، التواصل مع التجار، هذه كلها يسويها مدير المتجر الإلكتروني. العروض الخاصة، تصميم العروض، هذه يسويها المدير المتجر الإلكتروني، وغيرها من الأمور. تكلمنا كثير عن هالموضوع في ويبينار
ممكن نحيلكم عليه، اللي هو كيف تستقطب مدير متجر إلكتروني وش المهام الأساسية له. وبنار كامل مدة ساعة للي حاب يستزيد. الخطأ الرابع، كثير من التجار يقعون فيه للأسف، واحدة من الأخطاء في عرض المنتجات أنك تصور المنتج صورة واحدة فقط. صحيح التجارة الإلكترونية أقل تكلفة من أنك تفتح محل، لكن من التكاليف الأساسية في المتجر الإلكتروني هي تكاليف التصوير. كثير من الناس يضع صورة واحدة للمنتج ويتقاعد في الدفع، ونجيها بعد شوي. الحقيقة أن استثمارك في صور منتجاتك في متجر إلكتروني شيء في غاية الأهمية. وأدخل على المواقع الصينية بجيكم فيها بعد شوي، تجدون أنه مثلا نيوشيك، معلش حادري أنه موقع صيني، لكن أبدعوا جدا في موضوع التصوير. يصورون المنتجات بصور متنوعة وبزوايا وبتفاصيل، ويحط لك إياها جنب في شيء لايف ستايل يسمونه، اللي هو جنب أشياء زي كذا، وفي شيء بخلفية بيضة عشان توضح لك المعالم، وبالألوان والخيارات الموجودة. بعضهم توصل، عديت بعض المتاجر في الصين صور لك أكثر من 15-16 صورة للمنتج، شيء مهول. ليش الصورة قيمتها عالية في المتجر الإلكتروني أو لها أو شيء عالي جدا؟ بتقلل عليك الاستفسارات في الواتساب إذا كانت الصور جيدة، بترفع نسبة مبيعاتك، وكذلك بتساعد في الإجابة على كثير من الاستفسارات والأسئلة. يعني مثلاً لو صورت الشنطة هذه بهالشكل دون ما تفتح الشنطة وتصورها من الداخل، بتجيك أسئلة كثيرة في الخاص، إنه والله أو على الواتساب إذا كنت فاتح الواتساب، طب كم عدد السحابات اللي فيها إلى آخره، وش الألوان المتوفرة في الساعة هذه. إذا حطيت الصور تكون كافية، والصور تكون دقة عالية وجودة عالية. مهم جدا تنوع في شكل التصوير، مو فقط نوع معين من الصور زي اللي هي صورة المنتج. حاول جدا قدر الإمكان أنك توضح طريقة لبس المنتج، كيف شكله في اللبس، اللي يسمونه اللايف ستايل فوتو، أو حتى على المانيكان وغيرها. مهمة جدا في الأشياء اللي تلبس، الملبوسات، ممكن كرامة جزم، ملابس، أكسسوارات وغيرها. وكذلك إذا كان عند منتجك تفسره البيئة اللي حوله، مهم أنك تأخذ لايف ستايل فوتو، تقنع، تبيع الصورة، تبيع يا جماعة. زي ما قالوا، الصورة عن 1000 كلمة، وتوقع الصورة الجيدة مهمة جدا حتى لك في البيع وتحويل الناس إلى مشترين. الصورة استثمار، لأنك تستخدم الصور كذلك في حساباتك في قناة التواصل الاجتماعي، فلا تستقعد في الصور ولا تتباخل في الصور. الشيء الثاني، الصورة الجيدة بتساعدك على صناعة إعلان لاحقا ممكن يبيع لك، فلأجل ذلك لا توفر كثيرا في الصور. هذا مثال متجر قرمز، يعني أبدع في تصوير منتجاته بطريقة جدا رائعة. هذه صورة واحدة جزأها بطريقة مرة ممتازة في حسابه في إنستغرام، وصار بهالشكل الرائع. هذه يبدو لي تبع اللي قبل هنا، اللي هي إدارة المتجر الإلكتروني. إذا كان متجرك صغير ممكن تديره بنفسك، أو كبير في إجادتك، معليش على اللخبطة. نروح للخطأ الخامس، وهذا خطأ يمكن كل يوم أشوفه. كثير من التجار إذا جاء موضوع التوصيل يختار الشركة اللي توصل بأقل تكلفة ممكنة، وهذا خطأ فادح يا جماعة. خطأ فادح مو بإني والله أقول لكم ابحثوا عن أغلى شركة، لا، الخطأ هو أنك تبحث عن أرخص شركة بدون التفات لتفاصيل مهمة، وبذكر لكم إياها هنا. الأهم من تكلفة التوصيل للتوصيل الواحد أو الشحنة الواحدة، أنك تحسب تكلفة التوصيل عليك كتاجر على المدى الطويل. وإذا جيت تقارن بين شركات توصيل وما شاء الله بدأت تكثر، يجب أنك تضع المقارنة في عدة معايير. اليوم متوسط الرجيع يزيد عن 30% في كثير من المتاجر، فمهم جدا أنك تنتبه أن التوصيل يكون توصيل عالي الجودة، عشان ما تبلش بعدين في شيئين، تكلفة الرجيع، وإذا كانت بضاعتك محدودة ما تبلش أنه والله تنقص عندك البضاعة وتفك وترجع مرة ثانية للمخزون أو تسوي الريستوك. كذلك إذا كانت شركة توصيل متميزة، بيساعدك هالشيء في سرعة التحصيل، وأنك تقدر تجيب عملاء راضين جدا. يعني كثير من العملاء يكرهون الشراء من متاجر معينة لأنها مرتبطة بشركة توصيل معينة، خط حاب المتجر وكل شيء، لكنه يكره التجربة بسبب طريقة تعامل مندوب شركة التوصيل، أو العملية التوصيل ما كانت جيدة، حط له إياه في أقرب فرع بينما هو كان يتوقع أنها تجي للبيت.
النقاط اللي ودي أركز عليها هنا بشكل كبير غير السعر، ركز وأسأل عن التوصيل للمنزل بدلاً من الاستلام من الفرع اللي يسمونه last mile delivery. أنا كمتجر إلكتروني أو كتاجر أبغى العميل يتجيه الطلبية للباب، وما راح أقدر أقارن بين سعر شركتين، شركة توصل لي ب 18 ريال لكن يقول لك الاستلام من الفرع، أو شركة ثانية تقول لك 35 بس وصل لك إياها للباب. فهذه نقطة في غاية الأهمية، تأكد واسأل هل توصلون لين باب البيت، مصطلحها اسمه last mile delivery أو LMD، هل توصلون؟ اسألوا هذا السؤال بشكل صريح للشركة اللي تبغى تتوقع معها. اثنين، شيء يسمى الفيرست مايل. كثير من الشركات اليوم إذا ما كان عندك عدد طلبات معينة يقولك ما أجي أستلم منك، أنت تجيب لي بضاعة. فهل تستلمون البضاعة من مكاني؟ إذا نعم، هل في حد أدنى من الطلبات اللي لازم تتجمع عندي عشان تجوز تستلمون؟ بعض الشركات تشترط 10-15% وغيرها، كل شركة لها استراتيجية. النقطة الثالثة، جودة الربط التقني بالمتاجر الإلكترونية. أنت كتاجر خاصة إذا الله فتح عليك توسعت، جزء كبير من الوقت بيمضي في العمليات في أنك تطبع البوليصات وتلزقها على الطلبيات وتكون بشكل سلس. الربط التقني بيقلل عليك الوقت، صحيح في شغل تشتغله بيدك ولازم يكون عندك فريق عمليات يطبع، لأن ما راح تطبع بنفسها وتلزق نفسها بنفسها. حتى أمازون حاليا يصير ذا الشيء بشكل يعني سيمي اوتوميتد والتجهيز. لذلك مهم جدا تقيس جودة الربط التقني. في طريقة ترك أسويه عشان أتأكد من الربط التقني، أحاول بشكل كبير أني أجرب أسأل شركة التوصيل، أقول له عطني تاجر أو متاجر أنتم رابطين معها تقنيا، وأجرب أطلب منهم. أول شيء أقيم جودة الخدمة والربط التقني والشعارات وطريقة تعامل المندوب وطبيعة البوليصة. يعني ما أخبي عليكم سر، واحدة من الإدمانات اللي تصير عندي إنه ما يهمني بس المنتج اللي أشتريه، أشوف كيف بكجوه وش كاتبين في البوليصة. مهم إنك كنت كتاجر تناظر هالأمور التفاصيل الصغيرة هذه. من المعايير المهمة وكثير من الناس يغفلون عنها، وكثير من الشركات نزل لك السعر حق التوصيل بس يقلل لك العدد، هذا الرقم هذا اللي هو number of attempts، عدد محاولات الاتصال. كثير من الشركات ما يتصلون على الشخص، خاصة اللي أسعارهم رخيصة، يقولك لا ما في داعي تصل على الأشخاص، خلي كل عملية أوتوماتيكية، رسالة اسمس ويحمد ربه بعدين أرسلت له. بينما كثير من الشركات الثانية أسعارها عالية تلقاهم يتصلون على العميل حتى 6 مرات. فيعني العملية مهمة جدا، غالبا من 3-6 مرات معقولة في السعودية تحديدا، خاصة إذا كان الدفع عند الاستلام. كذلك معيار مهم في موضوع التوصيل هو تكلفة الرجيع وسرعة إرجاعه. هل بيدفعك شركة التوصيل على الرجيع أو لا؟ كثير من الشركات اللي تعطيك سعر رخيص جودتها تكون متدنية أو ينزل في الجودة عشان يقدر يعطيك سعر اللي تبغاه ب 20 ريال 18 ريال 25 ريال، لكن تلقاه في الرجيع يدفعك 15 أو يلطعك أسبوع لما يجيبك البضاعة. وهنا مشكلة، لأنك إذا قلنا 30% قيمة هو رجيعك أضربها في 15 يطلع لك التكلفة. التكلفة هذه لو ضفتها على سعر التوصيل الأساسي عالي الجودة ترى بتصير يمكن توصل 50 ريال. فمهم جدا تنتبه للموضوع هذا. آخر نقطة، حتى الآن نحن بولينا في السعودية بموضوع الدفع عند الاستلام، وهي بلوى موجودة وستستمر الصراحة. لذلك مهم جدا أنك تتأكد كتاجر من سرعة التحصيل. في شركات اليوم تحول لك خلال يومين أو يوم عمل، في شركات تلطعك أسبوعين، وغالبا تلقى الشركة اللي بتلطعك أسبوعين تعطيك سعر توصيل رخيص 20 ريال. ليش؟ لأن الفلوس بتكون عندك. اليوم في شيء جميل قاعد يصير في الإيكو سيستم، زي ما قال أخوي محمد في البداية أنه قطاع التجارة الإلكترونية واعد جداً وقاعد يتطور. طلعت شركات توصيل متخصصة بالتجارة الإلكترونية زي سالس، زي طارد. طارد يوصلون خلال 2 ساعات، سالس يوصل لك جودة عالية جداً حول المملكة، وعندهم عملاء كبار زي ساك وغيرهم، فاستلو قاعدين يستثمرون في الفليت والسيارات بشكل كبير، والتقنية عندهم التقنية عالية جداً، تطبيقهم متميز مرة. بيز قاعد يركز على الشحن المبرد والمثلج ومتخصصين بهالجانب. في كذلك أي مكان وغيرهم الشركات اللي ما يسعني ذكرها هنا تميزوا جدا. اسألهم، من حقك كتاجر انك تسأل وبعدين تبرر السعر. ليش سعرك غالي؟ والله لأني أسوي كذا وكذا وكذا. اسألهم ليش سعرك غالي وش يميزك عن غيرك. الناس اليوم كل تركيزها كيف آخذ سعر أرخص. أتفهم هالشيء انك تبغى سعر أرخص، بس انه مو بأهم شيء.
نجي للخطأ اللي بعده اللي هو أفضل وسيلة تسويق للمتاجر الإلكترونية أو المتجر الإلكتروني هو المؤثرين. أتوقع كثير من في الدرس بيقولون إلا هي أفضل وسيلة. حط أفضل بلون أصفر لأنه هي وسيلة جيدة وفعالة لكنها ليست أفضل وسيلة. الإعلان في المشاهير عند المشاهير لذلك تلقونهم يعني وسيلة جدا فعالة وأنصح فيها، لكنها وسيلة واحدة من وسائل كثيرة في التسويق، وعيبها الوحيد أنها لا تصف بالديمومة العالية، بمعنى ما أقدر أنا اليوم أبغى بيع، قررت اليوم أني أبيع أو أزيد مبيعاتي، ما أستطيع بين يوم وليلة أني أعلم مع مشهور. فعليا البروسيس أو الإجراء أني أعلم مع مشهور شيء مو في يدي، مو في تحكمي كتاجر أو كمتجر إلكتروني أو كإدارة متجر إلكتروني، وإنما كل التحكم في يد المشهور في الغالب، أو لازم يصير في تنسيق ومع المنسق وارسل وحول وأعطني منتجاتك وحوسة. لذلك هي وسيلة جيدة لكن ما فيها استدامة واستمرارية وتحت تصرفك وتحكمك. مهمة ذا النقطة، مهمة. طيب معناها نلغي، هل نلغي التسويق عن طريق المشاهير؟ الإجابة لا، ممتازين جدا خاصة إذا عرفت كيف تستخدمهم أو تتوظفهم بالطريقة الصحيحة أو تستخدمها كوسيلة، لكن لا تعتمد عليها بشكل أساسي كوسيلة وحيدة وتقول هي أفضل وسيلة التسويق. لذلك تشوفون كثير من الناس المتاجر الصاحية وش تسوي، يقول لك أنا أحب أسوق طول الشهر لكن إذا جت الرواتب مثلا أركز على مشهور وسيلة أتواصل معه من بداية السنة ولا قبل بداية الشهر، أقول أبغى أعلم معك في الرواتب الفلانية، أو إذا كنت تاجر تبيع بضائع موسمية وعندك مواسم معينة تصير تتفق مع الناس أو المشاهير في الموسم يعلن لك، تتفق معه وتخلص كل شيء وتكلمه وتشرح لك كل شيء عشان ما يصير الإعلام مسلوب، لأنك تدفع مبلغ قدره مع المشهور 50,000, 70,000, 20,000, 7,000 إلى آخره، فتحتاج أنك تطبخها بشكل سريع. طيب إذا كانوا المشاهير مو بأفضل وسيلة، وش أفضل وسيلة؟ أفضل وسيلة أن كل تاجر اليوم، لذلك نرفض في سدنا نسوق المتاجر، مو لأنه ما نبغى ودنا، لكن نؤمن ما قلت لكم قبل أنه التسويق شيء أساسي في التجارة الإلكترونية، يجب أنك تتمكن من التسويق لمتجرك الإلكتروني لأنه شيء مهم، ما ينفع تسلم أحد بالخارج تماما، مهم أنك تتمكن فيه وتوصل لما يسمى بالخلطة السحرية. وش الخلطة السحرية؟ الخلطة السحرية للرشوف تختلف عن ستوريا، تختلف عن وودن هاوس، تختلف عن أي متجر ثاني، نمشي يختلف عن نون، كل أحد، كل متجر أو كل تاجر شغلته في الحياة هو قسم التسويق الخاص فيه إنهم يصلون للخلطة السحرية هذه. طيب وش المكونات الخلطة السحرية؟ واحدة من المكونات هي المشاهير، بس هو مكون واحد. فيه رحلة تعليمية في أكاديمية زد اسمها التسويق بأقل التكاليف، استعرضت فيها 12 طريقة تسويقية مختلفة ما تكلفك شيء كثير، ممكن أحط رابطها وأجيكم في الروابط بعد شوي، لا حد يعني يبحث نرسل لكم إياها جميعا. ففي 12 طريقة تقدر تقسمها على السنة، حتى كل شهر تجرب طريقة إلى أن توصل للتركيبة الصح اللي تناسب متجرك وعملائك وطبيعة منتجاتك. من الأخطاء، هذا الخطأ السابع يبدو لي، إيه هذا الخطأ السابع والثامن، أنك تطلق حملة تسويق بدون حساب تأثيرها والعائد على الاستثمار أو ما يسمى Return of Investment. يعني كمية الناس اللي أجلس معاهم وأسألهم هل سبق لك سوقت؟ يقول لي إيه، أنبسط. إذن أقول له ما شاء الله، كيف كان أداء حملاتك التسويقية؟ يقول زين، جتني طلبات. طب كم جاتك طلبات؟ كم العائد على الاستثمار؟ ها لا أدري. فعلياً كثير من الناس اليوم يستثمرون فلوس في التسويق، لكن لو تسأل عن العائد على الاستثمار يكون جواب عاطفي أو حدس أو توقع أو تكهن. ليه؟ مهم جدا أنك كشخص أو كجهة أو كمسؤول المتجر الإلكتروني أنك تحسب أثر الحملة التسويقية. ليه؟ عشان تعرف إن والله هل الحملة نجحت ولا لا. وميزة التجارة الإلكترونية أحبي لها تقدر تحسب كم صرفت، كم جابت لك، كم الأضعاف ببساطة، يعني كم تضاعف المبلغ أو كم العائد على الاستثمار كان. ولأنه بيساعدك لاحقاً أنك تقرر على الحملات التسويق الثانية، هل أعلم عن المشورة الفلانية؟ هل أكثر استثمار في جوجل أدوردز ولا أروح مع إنستغرام؟ هذه ميزانيتي راحت هناك وحملتي كانت هناك، ولا أتكلم مع شركة إبداعية تصمم لي حملة إعلانية مدفوعة بشكل إبداعي
ما راح تعرف الا لما تقيس، ما راح تقدر تتخذ قرارات افضل الا لما تحسب الاثر. طيب كيف احسب الاثر؟ هذا السؤال اللي بعده. في طرق بسيطه جدا. رابط التتبع مهمه جدا. يعني اليوم يمكن تشوفوني في حسابي في تويتر، في كثير من الاحيان اسوي اعلانات للتجار من تجار زد الرهيبين. يهمني جدا في هالاعلانات اني اتتبع الروابط، بمعنى اعرف انا كمازن كم جبت طلب للتاجر. انا كمؤثر اعرف هالشيء، او انا كشخص عندي اسويت اعلان، ماني مؤثر مره بس في تويتر، اعرف بالضبط كم اثرت على طلبات التاجر الفلاني. ليش؟ عندي رابط تتبع، عرفت. وحتى اقدر اعرف الفانل كامل او يسمونه القمع، كم عدد الزيارات، كم عدد الكليكس، كم عدد شخص ضغط، بعدين من اللي ضغطوا كم دخلوا الموقع، كم اللي من دخلوا الموقع نفذوا عمليه شراء. يمكن ما يكون عندي رقم انا لو اني طلعت العمليه اعرف كم اللي ضغطوا او كم اللي شروا، لكن ما اعرف بعض التفاصيل الاخرى، فاتواصل مع التاجر اسال وش دورك كنت كتاجر او كصاحب متجر الكتروني انك تجهز اليو ار الز الخاصه بكل شخص يعلن. او خيار ثاني اقل عبء، انك تسوي كوبونات خاصه باسم الشخص، حيث انه اعرف انه يكون عليها خصم من باب التحفيز والاشياء هذه. تقدر تقيس اداء كل مؤثر او حتى في الحملات المدفوعه. الكوبونات وسيله جيده لمعرفه التاثير. في الكوبون يمديك تفلتر الطلبات لاحقا وتعرف ايها جاء عن طريق الكوبون الفلاني، وتحسب وتشوف التفاصيل. عشان التتبع في خدمه مثل جوجل تاج مانجر مهمه جدا انك تتمكن منها وتعرفها، ولازم تربط متجرك الالكتروني بجوجل اناليتكس. هذه من الاساسيات. الحين اطلقت وسويت وكذا، واحده من الاشياء اللي يغفل عنها كثير من التجار اليوم، وهذا هذا الخطا يمكن ما كان خطا قبل 6 شهور، ما كنت اقول انه خطا، لكن الان ما اسامح اي تاجر يفعل متجر الكتروني بدون ما يفعل مدى ويترك خيار الدفع الحوالة البنكية. اوكي ممكن تصير مفعل الدفع عند الاستلام كخيار، ومدى تشتغل عليه الى ما تجيبه. ومع زد على سبيل المثال اليوم وقعنا شراكة استراتيجية مع شركة تاب للمدفوعات، صرنا نفعلها في يومين. اول كانت تاخذ فعلا وقت 40 يوم، لذلك كنت اقول للناس ابدا اجراءات الدفع الالكتروني اول ما تبدا فكرة انك تبدا متجر الكتروني او اول ما تبدا مشروعك. ليش؟ ياخذ لك وقت تصور المنتجات، تجهز المنتجات، تكتب الوصف. في هالاثناء معاملتك في البنك قاعده تمشي ومع بوابه الدفع. فلو فكرت تبدا موضوع الدفع لازم تبدا بدري. كثير من الناس ينسى تفعيل مدى كوسيله الدفع. وليش مهمه؟ وسيله الدفع مدى بتساعدك في تقليل نسبه الرجيع، كذلك العبء اللي بتصير في الحاله البنكيه متعب جدا، خاصه اذا عندك طلبات كثيره. كثير من الناس اللي نسبه كبيره من الطلبات الملغاه يكون سببها الحوالة البنكية. العملية والبروسس طويل، فعل مستفيد، أضف، مدري إيش، تذكير، حوسة. حتى عليكم أنتم كتجار أو كمتاجر أو مدراء متاجر متعبة، عملية مرهقة. في ناس أعرفهم مخصصين 2-3 موظفين في الشركات بس شغلتهم يتابعون الحوالات البنكية ويتأكدون. أوه جتني الحوالة، أكدت، بعدين حول الجهاز، تعال الشركة. يبطأ عملية التوصيل، تبطأ عملية إن والله محجوز البضاعة ولا تحركت، لا أنت مقيد ولا مفكوك على قولتهم. وضع مره مزري. اليوم مع خيار مدى في الدفع، عميل الحواله البنكيه بيقدر يشتري، لان اللي عنده بنك عنده بطاقه صراف في الغالب. فلذلك اليوم تفعيل مدى شيء اساسي. وزي ما قلت لكم قد تسبب في الغاء الطلب بشكل كبير. اخر خطا من الاخطاء وهو مهم جدا، شيء بسيط لكنه مؤثر. كثير من الناس يقول انا متجر الكتروني ما احتاج اتواصل مع العملاء. اصلا واحده من علامات نجاحي اني ما اتواصل مع عملائي، لانهم ينفذون كل شيء بدون ما ادري. جيد انه التواصل يكون الكتروني وتكون انت على تواصل مع العميل، خاصه عن طريق مثلا شركه زي زد نرسل حوالي 8 رسائل من اول ما يطلب الطلب لين ما ينتهي، وعندك التاجر فرصه انك ترسل رسائل مخصصه مثلاً في الطلب الجديد يقول لك شكرا استنى الطلب. لكن هذه جيده، لكن اللي انا اقصده هنا تحديدا بالاضافه لهذا الشيء انك تتواصل بشكل شخصي مع عملائك، سواء في مرحله الشراء ولا مرحله بعد الشراء. واحده اشوفها من سمات المتاجر الناجحه وتقييمي لها، هذا مو التقييم الشخصي فقط، هذا اللي تعلمته من الدول في العالم اللي عندها متاجر الكترونيه وشركات تجاره الكترونيه ناجحه،
هي اللي تجعل العميل محور اهتمام. شركة زي زابوس على سبيل المثال، شركة تخصص في مجال أجهزة منتم كرامة. توني هاشيش اللي هو مؤسس زابوس استحوذوا على أمازون، طبعاً أمازون استحوذوا عليه وما سموه أمازون شوز مثلاً، خلوه على زابوس لأنه زابوس كان يتميز بشيء أساسي اللي هو الكاستمر كير، خدمة العملاء. وإذا كان صاحب المتجر أو الفريق اللي يدير المتجر الإلكتروني حريص على العملاء، هذا الشيء بيكون وسيلة تسويق غير عادية للمتجر، وبيساعد التاجر إنه يعرف نوعية العملاء، يعني في غاية الأهمية هالشيء. يعني كثير من الناس أول ما يبدأ مشروعه أو إذا بدأ مشروعه يعتقد إن عملاءه من شكل معين، يفترض افتراضات، لكن يكتشف بعدين عملاءه مختلفين إذا بدأ يتكلم معاهم، إذا بدأ يفتح معهم مواضيع، إذا بدأ يسمع منهم. كذلك واحدة من الأشياء المهمة في التجارة في التسويق عموما اللي يقول لك ارفع لي نسبة العميل المتكرر أو ما يسمى بالريتيرن فيزيتورز أو كونسيومرز. أحلى شيء يعجب أصحاب المحلات إنه يتحول عملاء العاديين إلى عملاء ذو أصحاب ولاء عالي، يجي يتكرر الشراء من مرة مرتين. هذا علامة حتى في تقييم الشركات التجارة الإلكترونية، واحدة من المعايير اللي استخدمها لتقييم متجر إلكتروني غير المبيعات والطلبات والأشياء والتوسع والنمو، نسبة العملاء المتكررين. ليه؟ لأن انبسط منك، لأن يمكن وصى ناس ثانيين أو وصوا ناس أن يشترون، فمعناها مرة تجربة ممتازة. عشان تخليهم عملاء متكررين لازم تتكلم معه بشكل شخصي ولا حتى بشكل أوتوماتيكي، بس يفضل دائما أنك تتكلم معه بشكل شخصي. الولاء يرتفع لدرجة أن كثير من التجار عندنا يقولون أنه كثير من اختياراتنا للمنتجات الألوان للمنتجات صارت بسبب عملائنا المتكررين. نكلمهم بعد الطلب، نكلمهم ما تتجاوز المكالمة دقيقتين ثلاث دقائق، لكن يعطونا تفاصيل حلوة. والله المقاس الفلاني ما كان كويس، والله اللون الفلاني لو تجيبوه مثله، والله أنا لقيت لكم منتج لو تجيبونه بيطلع رهيب. ويرسل لك الرابط على علي بابا ولا الإكسبرس ولا أمازون، يقول لك والله هذه الشركة رهيبة لو تجيبوا منها منتجات وهكذا. ليش؟ فتحت معه قناة، حسست أنك مهتم، أنك واقف على حلالك، أو أنك مرة يهمك الموضوع. اليوم مهم جدا أنك صاحب بزنس أنك تتواجد في إنستغرام فور بزنس، لأن فيها خصائص أكثر من إنستغرام العادي. كذلك اليوم الواتساب فور بزنس وسيلة فعالة جدا في تفعيل التواصل بين التجار أو بين التاجر والعميل أو الشركة والعميل. وكذلك فيه برامج دردشة مشهورة مثل زندسك، عندهم بوكس الشات كويس. اللي عنده محلات مهم جدا أنك تسجل في جوجل ماي بزنس، اللي هي يكون عندك تواجد في الخريطة. هذه كانت التسعة أخطاء المتكررة اللي قاعد أشوفها بشكل يومي خلال الخمس سنوات الماضية واللي أشوفها في الجلسات الاستشارية. ودي أسوي تست أشوف أنتم مركزين ولا لا. ودي في الشات تكتبون الأخطاء التسعة وأكثر خطأ تشوفونه متكرر لو سمحتم. حتى ذلك الحين وحتى ما تكتبون، جمعت لكم الروابط اللي موجودة وتكلمت عنها في هالكيو آر كود، صوروه أو احفظوه أو صور الشاشة، بحيث أننا إن شاء الله تعالى حنرسل لكم كل الروابط هذه لجميع من يعبي النموذج. كذلك حتواصل مع الأخوان في تزامن في جامعة الملك خالد حيث نرسل لكم هالشيء. ممتاز، أعطوني أي خطأ اكتبوها في الشات كأنها مراجعة هذه إلى أن تصورون الشاشة. فهذه كانت تسعة أشياء الأساسية اللي أرجوكم تجنبوها، أشياء لو لاحظتوا سهلة تتطلب أنك تعرف التفاصيل بس حقتها. وبإذن الله تعالى تلافي الخطأ هي طريقك لوصول النجاح. وأشكركم جميعا على حسن استماعكم. يعطيك العافية أستاذ مازن، شكرا لك على هذه الإضاءات الجميلة والأخطاء اللي ممكن يستفيد منها كل شخص ينوي أنه يفتح متجر إلكتروني أو أنه بدأ وفتح متجر إلكتروني. الآن تبقى معنا الأسئلة، وصراحة ما شاء الله الأسئلة كثيرة جدا، يعني نحاول حنا قدر الإمكان نحاول نجاوب عليها وباختصار أستاذ مازن، على أساس يعني نحاول نعرج على معظم الأسئلة.
وكل على الله. تظهر عندي ولا عندك دكتور؟ ممكن تضغط على الـ Q&A وتشوفها برضه إذا حبيت. ما افتحت معي. طيب ما أدري وين البوكس حق الـ Q&A. فوق. ضغطت عليه بس ما طلع لي شيء. ما في أيقونة Q&A. اضغط على More. More أوكي. طلع لي الشات فقط. يمكن أحتاج أقفل الشاشة. لا ما أعتقد، إذا يمكن ما تظهر عندك. على العموم أنا بحاول إني أقرأها لك كذا بشكل سريع. فيه سؤال هنا يقول كيف أبدأ بتصميم وأفتح تطبيق جوال، يمكن قصد متجر إلكتروني، هل أفضل أروح لشركة لأني محتاج فريق عمل ولا أجيب فريق يصمم لي الموقع؟ والله ما أحب أسوق لشركتنا بس راح لزد يريحونك من هالعنى هذا كله. زد ايش تقدم باختصار يا استاذ مازن؟ ماذا تقدم؟ يعطيك متجر الكتروني الخاص فيك. حلو. وهويتك وتقدر تخصص بطريقه سهله وفي فريق يشيل معاك التجاره الالكترونيه. العمليه طيب. سهله، اشتراك شهري 100 200 400 ريال على حسب حجمك. تقدر تدفع سنوي. العمليه اسهل ما يكون، يعني خلال اقل من اسبوع يكون متجرك جاهز اذا كانت الصور جاهزه. فقبل كنت انصح الناس انه يتاكدوا، الحين العمليه صرت أنصح الناس بهذا الشيء لأنه كثير من الناس يجون يدعون لي. اللي حاب إنه يفتح متجر في زد هل يحتاج سجل تجاري عندكم؟ الأفضل إنه يكون عنده سجل تجاري، ولو ما كان عنده سجل تجاري مفروض إنه يقدم على رخصة العمل الحر عشان يحصل على سجل تجاري. مؤسسة النقد الآن تدقق كثير على اللي يستخدمون حساباتهم البنكية الشخصية في التعاملات الإلكترونية. نظام التجارة الإلكترونية بيجي بعد ويحط اشتراطات هالشيء، فالأفضل إنك تفتح السجل التجاري 180 ثانية تقريباً ياخد منك. سؤال يقول كم أحتاج عامل لمتجر إلكتروني صغير أو فريق عمل لمتجر إلكتروني صغير؟ أحيلك إلى ويبينار سوينا عنه قبل موجود في اليوتيوب اسمه كيف تستقطب مدير متجر إلكتروني، تكلمت فيه عن الفريق كذا، لكن مختصر كل ما زادت عدد الطلبات وزاد الضغط على الموقع تحتاج فريق أكثر. يعتمد على المرحلة اللي فيها مشروعك ويعتمد على حجم نشاطك العادي. فيه يقول عندي متجر تحت الإنشاء وطرق البيع إما تحويل بنكي أو حساب سداد أو مدى، هل أحتاج وسيط مالي؟ وش طبيعة النشاط؟ أفضل أنك تركز على مدى لأن التكاليف حقتها أقل. الحوالات البنكية حاول قدر الإمكان أنك تبعد عنها، حاول تماماً أنك تبعد عنها، لا تتيح للناس خيار الحوالة البنكية إلا في حالة واحدة، إذا كانت العمليات حقتك أن العملاء ما مثلاً تبيع منتجات ب 10,000 15,000 هذا الساعة الحوالات البنكية قد تكون شيء جيد. هل الموظف الحكومي يستطيع فتح متجر في زد بدون سجل تجاري؟ لا تحرجونا يا جماعة، تقدر تفتح تخلى سجل، يعني زي اللي قاعد يصير الحين في المحلات، كثير من الناس موظفين حكوميين فاتحين محلات. الهدف الأساسي شركات التوصيل تبغى منك سجل، البنك يبغى منك سجل، لكن في كثير من الناس أعرفهم موظفين حكوميين قاعدين يبيعون يشترون، وإن شاء الله قرار سماح للموظف الحكومي يا رب يجي قريب، اللي يعرفوا إنه الدولة حريصة على هذا الشيء بشكل كويس وقاعدة تنظم العملية. أسئلة سؤال تكرر بأكثر من طريقة، اللي هو يبحثون عن يعني كيف يصبح خبير في التجارة الإلكترونية، ما هي المصادر اللي ممكن تطوره في مجال التجارة الإلكترونية سواء باللغة العربية أو بالإنجليزية، إذا هناك مواقع أو شيء ممكن تفيدهم فيها أستاذ مازن بشكل والله سريع؟ والله المصادر كثيرة لكن أغلبها مدونات، المكتبة العربية ضعيفة في الجانب، والكتب المؤلفة جدا قديمة، إن شاء الله بإذن الله قبل نهاية السنة بينزل كتابي الخاص بالتجارة الإلكترونية لأن لقيت فيه فراغ كبير في الموضوع. بس المحتوى جيد، في محتوى جيد مشتت في أماكن كثيرة، في محتوى في اليوتيوب، في الأخ عبد الله الفوزان بدأ سلسلة ويبينارات جيدة في التجارة الإلكترونية، في محتوى في الأكاديمية زد جيد في التجارة الإلكترونية، والممارسة. أنا اليوم أقول أحسن طريقة أنك تتعلم التجارة الإلكترونية أنك تمارس، خاصة التكاليف التأسيس قبل كنت تحتاج 10,000 عشان تبدأ، اليوم متجر 200 ريال تقدر تبدأ وتبيع. يعني هناك ثلاثة أشخاص أعرفهم فتحوا متاجر إلكترونية واستغربت إنه وقفوا بعد 3 شهور، سألتهم ليه؟ قال أنا والله فعلياً فاتح عشان أتعلم كذا، لأن يقول تكلفة التعليم بالتجربة خاصة مع وجود شركة زي زد قللت علي التكلفة، قبل
كان مستحيل. الحين تعلمت طبقت خلاص صارت عندي الصنعة، صارت عندي المهارة، وخلاص كان هذا هدفهم من الموضوع يعني. هل هناك تفاصيل معينة تنصح بتعلمها قبل البداية في التجارة الإلكترونية؟ فهم التجارة كتجارة مهمة جدا، لأن الناس تضع حملها في الأمور التقنية، بينما الأمور التقنية سهلة خاصة مع وجود شركاء اليوم زي زد والشركات الموجودة في السوق، يشيلون عنك عن أهم التقنية الجانب التقني، لكن المهم واللي ما يقدر أحد يشيله عنك كيف تجيب المنتجات الصح والتاجر صح وتسوق صح، هذه مرة مهمة. وتفهم تقرأ وتفهم وتجرب وتسأل، بس بشكل أساسي لازم تتمكن من التجارة. في أسئلة أخرى أخي محمد؟ ايوه بس انا بس قاعد انقي بس بعض الاسئله لكن في بعضها مكرر. هل في جهات تمول المشاريع والمتاجر الالكترونيه وما ضماناتها ومتطلباتها؟ للاسف لا، بنك التنميه ما يدعمون المتاجر الالكترونيه، رفعنا لهم طلب وجلست مع محافظ هيئه المنشآت الاسبوع الماضي لهذا الموضوع. الان الحيله اللي ممكن تتحايل فيها، طبعا يمكن اللي يعرف توجهي في التجاره الالكترونيه، انا مؤمن ان التجاره الالكترونيه ما راح تقتل التجاره العاديه، يكملون بعض. لذلك اقتراحي انك تقدم على بنك التنميه اذا كنت تبغى قرض، تقدم على بنك التنميه كانك تاجر تجزئه عادي، ثم تفتح المحل، يكون هذا المحل عباره عن مستودعك اللي تطلع منه الطلبات، تفتح متجر الكتروني تبدا تبيع وتستفيد من التمويل في شراء البضاعه والتوسع والتسويق وغيره. يقول هل نقدر نقول ان في عندنا هنا في المملكه بيئه تنظيميه للتجاره الالكترونيه مطمئنه؟ نعم، الحين مع النظام واللائحه التنفيذيه بتنزل بعد شهر تقريبا او شهر ونص، الامور طيبه. يقول كيف اجد افضل المبرمجين والمصممين في التجاره الالكترونيه هنا في السعوديه؟ والله سؤال صعب الصراحه، إذا تلقى إذا لقيت أحد عطني إياه ندور. حلو، فعلياً فعلياً في نقص حاد، إن شاء الله مع المعسكرات اللي قاعدة تصير من الأكاديمية الرقمية وويك والشباب في الأمن السيبراني يطلع لنا ناس، لكن فعلياً اليوم في نقص حاد. لكن من ضمن الأشياء اللي دائماً أقول للناس فيها، لا تعتمد فقط على السعودية. اليوم الوصول إلى المحترفين ممكن يكون في أي مكان في العالم. عندك منصة عربية اسمها مستقل، السعوديين يستخدمونها بنسبة رقم واحد، يعني أعلى عملاء منها عملاء يجون من السعودية، وإحنا نستخدمها لكن لأغراض أخرى مو بس البرمجة. مهم جدا في البرمجة أنك أنت تكون فاهم وش تبغى، يعني هذا غلط شائع ما حطيته من ضمن الأخطاء، لأنه أنا أفترض الحين اللي بيبدأ متجر إلكتروني من الصفر يمكن يكون قاعد يضيع وقته، لكن لو أنت مصر أنك تبدأ بنفسك على الأقل أعرف وش تبغى، اكتب المواصفات كتابة، لا تتوقع أن الطرف الثاني بيفهم ويقرأ مخك، حاول تكتبها. إذا كتبتها تقدر تعرضها في مواقع اللي هي العمل عن بعد زي أبورك، زي مستقل، زي بحر، لكن تحديدا مستقل وأبورك هي يمكن أكثر منصتين مجربة فعالة. هل ممكن أفتح حساب بنكي للمتجر وأنا عندي حساب في معروف وما عندي سجل تجاري؟ لا، لازم يكون عندك سجل تجاري. لازم سجل تجاري صح؟ نعم. سجل تجاري بسيط يا جماعة، وفتح حساب بنكي للتجارة الإلكترونية الآن نظم وقاعدين يشتغلون عليه الوزارة، فليست بعملية معقدة. أفضل شبكة تواصل اجتماعي ممكن تساعد صاحب المتجر الإلكتروني في التسويق في المملكة؟ لا يوجد أفضل، يعتمد على طبيعة المنتجات، لكن بشكل أساسي انت اللي يحضر منكم دوره التسويق الالكتروني اللي في دروب بيلقى اني صنفت الشبكات الاجتماعيه لكل بزنس نوعين، شبكات اجتماعيه اساسيه او قنوات تواصل اجتماعي اساسيه وفرعيه، تختلف من بزنس لبزنس. مثلا بعض المشاريع الصوره فيها مهمه جدا، او المنتجات اللي قاعدين يبيعونها شيء يسمى لايف ستايل، ادوات مطبخ، اشياء فانسي، انستغرام وسيله جيده. على الطرف الاخر في منتجات أو متاجر تبيع أشياء تكتيك يومية وأشياء عادية وأشياء خلينا نقول عادية، ممكن تناسب منصات ثانية وغيرها من الأمور، بس بيكون عندك أكثر من منصة أساسية وأكثر من منصة فرعية.
يعطيك العافية أستاذ مازن. هنا فيه سؤال يقول: هذا كان شرحك بخصوص أخطاء التجارة الإلكترونية فيما يخص المنتجات. طيب، كشخص يقدم خدمات إلكترونية عن طريق الموقع يعني ويساعد، كيف ممكن ينمي ويساعد تجارته في تقديم الخدمات؟ يعني إذا كان الموقع، يمكن قصده إذا كان الموقع يقدم خدمات وليس منتجات. يكتب في جوجل التجارة الإلكترونية بدون وجع رأس. سبق وسويت عنها محاضرة كاملة اللي هي بيع الخدمات أو المنتجات الرقمية نسميها. محاضرة طويلة مدتها ساعة خصصتها لهذا الموضوع، لأن موضوع مختلف تماماً، تركيزي هنا على المنتجات. في بعض النقاط ترى اللي ذكرتها تنطبق على الحالتين، زي مثلاً المدى، زي مثلاً التحدث مع العملاء مهم جداً حتى لو بتبيع خدمات. يمكن التوصيل ما ينطبق عليك لأنه يرسل بشكل إلكتروني، لكن في بعض الأخطاء ترى يقعون فيها نفسها يقع فيها أصحاب الخدمات. والاستزادة ارجع للمحاضرة هذه، تجارة إلكترونية بدون وجع رأس، سويتها في جدة. في سؤال: ما هي الأمور الأساسية أو المهمة عند اختيار منصة البيع أو المتجر الإلكتروني مثلا؟ أنه يكون يعني مع جهة معروفة وموثوقة، أنك تطلب منهم متاجر من نفس مجالك إذا استطعت، أنه عندهم خبرة يعني في الموضوع، أن يكونوا موجودين وقريبين في الموضوع لو احتاجت الدعم لاحقا، أن اسم النطاق يكون باسمك، هذه مرة مهمة. الأسعار ما تكون عالية، لأن كثير من اليوم الناس يجونا في زد يقول دفعت أنا 50-30-20 ألف مع شركة وسحبوا علي أو تأخروا علي، يكون دافع على أشياء، أقول له خلاص أنا ما أقدر أرجع لك إياها، اشترك معنا وخلاص، ويطلع والحمد لله يطلع معنا ويبيع ويتحرك، بس يقول آخ بس لو كنت أعرف أنكم موجودين زي كذا. فأحرص واسأل، ومهم جدا أنك يعني فعلا تسأل الأسئلة الصح، زي الأسئلة اللي تكلمنا عنها قبل، قارن اسأل وجرب، وإن شاء الله توصل للشريك المناسب. في سؤال من رشا تقول: كيف أبدأ من الصفر وكم تتوقع رأس المال اللي أحتاجه في البداية؟ إن شاء الله تحضرين معنا ويبينار الأخ أسامة نتو يتكلم عن القاعدة رقم واحد في البزنس، بيكون يستهدف الناس اللي يبغون يبدأون، موجود رابطها في حساب زد. أهم شيء في البداية من الصفر أن الواحد يعرف وش بيبيع، هذا الخطأ الأول. ناس كثير مرة متحمسين يكلموني يوميا، أبغى أدخل تجارة إلكترونية وعندي 30 ألف 50 ألف، أبغى. طب وش بتبيع؟ ما أدري، أنت علمني. ماني معلمك، ما أعرف، مو ما أعرف، مو ما أبغى، ما أعرف. وسؤال متكرر هذا، سؤال متكرر يعني. هو الآن فعلا أستاذ مازن في أسئلة برضو تقول: إيش المنتجات اللي ممكن أبدأ فيها؟ يعني هل في منتجات معينة تمشي يعني في التجارة الإلكترونية أكثر من غيرها؟ يعني هنا يعني التاجر ما يسأل سؤال زي كذا، التاجر يكتشف السؤال زي كذا ويعرف أنه لازم هو يروح يكتشف غيره. لو علمتك الإجابة الناس كلهم عرفوها وراحوا باعوها، صرت أنت نسخة مكررة من غيرك، ما راح تبيع. كيف يكتشف الإجابة؟ أعطيك أمثلة، تكنيكس بسيطة. روح للسوق، روح للسوق بنفسك وشوف وش الناس تشتري. يروح فين يعني؟ فين؟ يروح للسوق. المتاجر الإلكترونية مثلاً ولا السوق العادي؟ انزل سوق الجملة، روح اللي هي يسمونها الفوروردينج، اللي هي الشركات التوصيل اللي تجيب من برا، من المتاجر الإلكترونية الأجنبية. واحدة من الأشياء اللي يسويها واحد تكنيك أذكره ولكنه فعلا مثير للاهتمام، يقول أنا أدخل على موقع أمازون ويشوف وش الموست بوبولار آيتمز، المنتجات اللي عليها طلب كثير، وأجيبها وأحطها عندي هنا في السعودية. حلو حلو. مثلا هذا تكنيك، لازم تشغل مخك. جميل. لأنك أنت كتاجر لازم تفكر، لأنه حتى لو جبت المنتجات هذه ترى بعد فترة بيشوفونها تجار غيرك ويجيبون زيها. يعني دائما أضرب مثال بالمسكة هذه، تذكرونها اللي بريالين أو بخمسة ريال، جت في البداية بعشرة ريال، جت هبة، بعدين كل الناس عرفوها وصاروا يجيبونها. من اللي باع صح؟ اللي باع اللي جاب ألف حبة أول واحد اكتشفها وجابها، بعدين خلاص صارت بريال، صارت خلاص ريد أوشن، أو خلاص كل الناس جابوها وطاحت وراحت موضتها. التحدي قدامك كتاجر زي ما قلت لكم قبل شوي، شيئين أساسية ما حد بيسويها غيرك: سورسينج، اختيار المنتجات سواء تصنيعها، اختيارها، انتقائها، السفر وجلب منتجات. الشيء الثاني التسويق. اللي يسألني هذا السؤال أقول له أنت من تب جاهز للتجارة الإلكترونية، بعد تحتاج تشتغل على نفسك، لازم تفكر شو المنتج تبيعه، من تب تاجر بعد، أنت
تريد أن تصبح تاجر، وهذا شيء رهيب، اشتغل على نفسك. جميل. كبداية يعني بعضهم يسأل هل ممكن أبدأ مثلا بالتسويق أو بالتجارة الإلكترونية عن طريق مثلا فيسبوك إنستغرام، وبعدين إذا شفت الشغل مشى معي أفتح متجر إلكتروني، إيش رأيك؟ إيه كنت أقول أنصح بهذا الشيء قبل، بس الحين ما موجود منصات زي زد 100 ريال تقدر تفتح لك متجر، يعني العملية مرة رخيصة. في السابق كنت أنصحهم يسوون كذا لأنه أرخص شركة كانت تسوي 3,000-5,000 ويمكن يصمم لك يمكن لا، ففيها مخاطرة وفيها تكلفة عالية. الحين الموضوع صار مرة رخيص وسهل، افتح لك متجر وابدأ صح وارتاح من الموضوع، وإذا كبرت الحمد لله لك على الأقل استثمرت فلوس في شيء كويس وكبرت الباقة. مهم جدا أنك تفتح حساب في إنستغرام، لكن للتسويق، التسويق المتجر الإلكتروني عشان تفهم العملاء، عشان توصل للعملاء. كثير من الناس يفتح المتجر الإلكتروني بعدين يفتح قنوات التواصل الاجتماعي يشوف وش قالوا الناس عنك، يشوف الردود، يشوف اللايكات، يهتم للأمور هذه، ترى الناس أذكياء. فمهم أن يكون عندك متجر إلكتروني وقنوات تسويق إلكتروني. هل هناك سجل تجاري خاص بالتجارة الإلكترونية؟ نعم، سجل تجاري اسمه التجارة عبر الإنترنت، هذا تصنيف سوته وزارة التجارة. ما هي أحسن طريقة لخفض تكلفات خدمة التوصيل؟ بيع كميات، زد طلباتك، تبدأ أنت تتشرط على شركة التوصيل. ما في شروط لفتح متجر الكتروني، اشوف اسئله من الشات هل ممكن توضح شروط فتح متجر الكتروني كخطوات. ادخلي موقع cr.sa، انشئ حساب في موقع وزاره التجاره عن طريق رقم الهويه وحقه الهويه الوطنيه اللي هي ابشر، بدخلك احجزي، افتح سجل تجاري 180 ثانيه، سجل تجاري اسمه تجاره عبر الانترنت، يطلع لك سجل تجاري وخلاص. بعدها تروحين لزد تنشئ لك حساب، صلى الله وبارك. فعليا ما تاخذ منك يوم، واللي أقول لهم كذا وما يصدقون فعلا يكتشفون بعدين أني فعلا ما كنت أكذب عليهم. في سؤال يقول لي ما رأيك في متجر شركة ماجنتو؟ واحدة من الأشياء من باب يعني خلينا نقول مشاركة العلم كذلك، فيه المنصات الجاهزة زي زد، سلة وغيرهم من الجهات، إكسباند كارت، شوبيفاي، هذه شيء يسمونها المتاجر المخدومة، تعطيك المتجر وهي تستضيفه وهي تسوي لك كل شيء، أنت مالك إلا ولد نيجرا تستأجر منها. فيه نوع آخر من المتاجر اللي هو يقولك أنت خذ الكود وخذ السلوشن كامل أو الحل، وأنت خذه وخص زي ما تبغى واستضيفه عندك، وأنت تحمل الأعباء اللي معه وتقدر تتحكم فيه زي ما تبغى. هذا هو النوع اللي يسمى شوبينج كارت سيستم أو سلوشن، ومنها ماجنتو وغيرها. أنصح فيه الجهات الكبيرة جدا أو اللي عندهم فريق تقني كبير وعندهم استعداد يستثمرون. والآن كل مالها العملية تروح للحوسبة السحابية والاعتماد على المنصات اللي تكلمت عنها قبل شوي. في سؤال هنا أستاذ مازن من الأخ إبراهيم يقول أنا أقدم خدمات استشارية علاقات عامة وإعلام، ما هي المتطلبات لتقديم خدمات عبر التجارة الإلكترونية؟ يعني كيف يقدم هذه الخدمات عن طريق التجارة الإلكترونية؟ ما في متطلب. يعني هل يفتح متجر عندكم مثلا في زد ولا في عندي لو أقدر أفتح الشاشة لو تسمحوا لي، خليني أوريك شغلة أخوي. شو اسمه هو؟ إبراهيم. شوفون الشاشة معي ولا لسه؟ أو أنا وقفت؟ إيه خلوني أفتح. عمل شير. أيوة. طيب أوريك أخوي إبراهيم. هنا مثال إن الناس إذا فهم الشغلة، الشخص اللي فهم الشغلة. لسه ما ظهرت الشاشة. أيوه. الآن تظهر لكم؟ أيوة نعم. هذا مثال على التجار فهموا وش التجارة الإلكترونية صح وأبدعوا. هذا متجر يبيع منتجات نباتات، بذور وغيرها، يحبون البيع الشباب ما شاء الله عليهم. فسووا المتجر هذا لبيع النباتات المتميزة ويشحنوا لك إياها في أي مكان تبغاه في المملكة. هذا يبيع منتجات. طيب قالوا حنا قوتنا أن إحنا كذلك نقدم الاستشارات. وين راحت؟ في قسم سووا فيه الاستشارات، وينه؟ الاستشارات العلمية. تدخل قسم الاستشارات تلقى الناس الموجودين هذول كلهم تخصصهم بيئة وتربة ونباتات، وحاطين قيمة الاستشارة. تدخل على الشخص مثلا قسيمة استشارية للأخ، تدخل يعطيك التفاصيل والسيرة الذاتية حقته،
وتضيفه للسلة وهنا المواضيع المتاحة والتواصل. إيش الفائدة؟ فاتورة، دفع، حجز، كلها صارت بهالشكل. شفتوا كيف الذكاء الناس؟ أحيي الأخ اللي قام على البيئة الخضراء من المتاجر المتميزة. طيب في أسئلة أخرى أخوي محمد؟ فيه صراحة هو حقيقة الوقت داهمنا، بس خلنا نأخذ يعني نختم بكم سؤال كذا وبعدين ننهي المحاضرة. يلا. هي ستطرح مسجلة صح ولا لا؟ هي مسجلة طبعا، وراح ننشر، راح نرسل رابط التسجيل لجميع الحاضرين اللي كانوا معنا الليلة إن شاء الله، والمادة العلمية إذا نرسل لهم برضو PDF إذا في إمكانية. أستاذ مازن في نهاية لأنها معتمدة على الصوت، ما حطيت كلام كثير لكن نرسلها بعد عكس. في سؤال يقول هل يعني كيف يعني كيف ترى مستقبل التجارة الإلكترونية في المملكة؟ واعد، واعد جدا يا جماعة، وبعطيكم مثال. التجارة الإلكترونية قطاعات مختلفة زي ما تعرفون، ما هو بس شكل واحد. في قطاعات عندنا وصلت مرحلة النضج الكامل زي الأكل، الأكل والشرب عندنا مرة منتشرة. يعني اليوم طلبات المطاعم عندنا، إجمالي طلبات المطاعم من التطبيقات كلها أنا أتوقع تتجاوز 200-300 ألف طلب في اليوم، أو 200 ألف طلب في اليوم، ففيه طلب عالي. في قطاعات أخرى، في قطاع التجزئة مثلاً قاعد يصير فيها نضج عالي، مثلاً العطور. اليوم معظم تجار العطور موجودين أونلاين. قبل 5 سنين كنت أروح للتجار العطور أقول لهم يلا تحولوا للتجارة الإلكترونية، كلهم يقولون لك كيف الناس تشتري شيء ما تشمه. اليوم روحوا شوفوا في الإنترنت، شوفوا إعلاناتهم كيف استثمار، كل شركة تقريباً عود وبخور وعندهم متاجر إلكترونية. ففي نضج في قطاع العطور، هالنضج هذا بيجي في كل القطاعات واحد وراء الثاني. فالقطاع واعد جداً يعني، جداً جداً يعني. واحد من الأخت أمل الحلواني تقول إن التجارة الإلكترونية من رؤية 2030. نعم، يعني اليوم حتى بنتحول في التجارة الإلكترونية في السعودية بإذن الله من فقط مستهلكين إلى إن شاء الله مصدرين، وكذلك على الأقل يكون عندنا منصات وطنية زي ونون مثلاً دخلت في صندوق الاستثمارات العامة بهدف إنه توطين التجارة الإلكترونية والماء. بعضهم يسأل عن الكود اللي موجود هذا، إيش فائدته؟ سم؟ الكود اللي موجود على الشاشة الآن. فيها روابط الأشياء اللي قلنا عنها، الدورات، الكتب، الأشياء كلها. تعبي النموذج وتحط بياناتك وترسل، وكذلك بنرسل نسخة منه للي سجلوا اليوم في الويبينار إذا عندكم بيانات. جميل، ممتاز. فيها يمكن آخر سؤال خلينا نختم فيه، فيها الله ما أدري مسمي نفسه يعني WCWC، فظاهر عنده سؤال وما جاوبناه. إذا كان يقدر يطرح سؤاله بسرعة على الشات على أساس نجاوب عليه ونختم، على أساس ما يزعل علينا. نقول ظاهر سأل أكثر من مرة يعني. فنتمنى اسألنا في الشات إذا أنت تزال موجود. أنا قاعد أقرأ الشات الحين. عدد الأسئلة بس عشان يعذرون الناس في حوالي 125 سؤال. يعني فأرجو منكم تعذرون، وأنا موجود. هذه معلومات تواصل يا جماعة. على تويتر وعلى اسألوني ما تريدون يعني. وين WCWC؟ ما سأل صح؟ ما سأل. طيب على العموم الله يعطيك العافية أستاذ مازن، شكرا لكم جميعا، شكرا لحضوركم هذه الندوة الإلكترونية، وبإذن الله سيستمر اللقاء معكم بإذن الله في ندوات قادمة. اللي حاب أنه يتواصل، اللي ما جاوبنا ما في إمكانية إحنا نجاوب على كل الأسئلة، ممكن يتواصل مع الأستاذ مازن عن طريق حسابه في تويتر، وهذا إيميله موجود برضو على الشاشة، ممكن تصورونا تتواصلون معه عن طريق الإيميل. سعدنا بكم جميعا، شكرا لكم، شكرا أستاذ مازن على هذه الندوة الجميلة الرائعة. نلتقي بكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.